السلام عليكم، معكم الأستاذ حسن باكو، محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. في إطار سلسلة الأسئلة التي ترد علينا من موقع أو كونساي بوك، اليوم كنقترح باش نجاوبوا على واحد السؤال من إحدى السيدات اللي كتقول بأنه وصلت مع زوجها إلى الطلاق بسبب المشاكل المتعددة، ولديهما ولدان، فبماذا يحكم لها القاضي في حالة تنازلها عن حقوقها كاملة، وبماذا يحكم لها في حالة أنها لم تتنازل، وكم تبلغ المدة التي تستغرقها القاضية في كلتا الحالتين؟ كنشكر السائلة الكريمة على هذا السؤال، ولكن قبل الجواب أود أن أتقدم بمقدمة بسيطة في هذا الموضوع. كما يعلم الجميع أن الزواج حسب ما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة هو ميثاق ترابط وتماسك شرعي أساسه المودة. ولماذا نص المشرع على المودة؟ المودة هو ذلك الاحترام المتبادل، تلك الغيرة المتبادلة بين الطرفين، وتلك التحملات التي يتحملها طرف عن الآخر، وبالتالي أنه في حالة إذا انعدمت هذه المودة فيكون الطلاق هو الحل. وأذكر السائلة الكريمة بأن مسألة التطليق عرفت مراحل عبر مدونة الأحوال الشخصية القديمة التي صدرت في 1958 ومدونة الأسرة الجديدة، فكان التطليق بالنسبة للمرأة هو شيء صعب المنال، يعني نقدر نقول بأنه من قبيل المستحيلات أنها توصل إلى التطليق نفسها من الزوجة ديالها، فكان ذلك مرهون بإثبات الضرر أو الغيبة أو عن طريق الخلع. فكان مقتضيات الفصل 54 تنص على أن الضرر يجب على المرأة أن تثبته، ويستعصي عليها إثبات هذا الضرر، لأن كانت المحاكم تشترط هذا الضرر أن يكون ضررا مستمرا، زيد على ذلك طول المساطر التي كانت تعرف عدة مراحل، منها المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف ومرحلة النقد الذي يوقف تنفيذ الحكم إن كان قد صدر بالتطليق. كانت المرأة يعني مصابة بأضرار كبيرة جدا، لا من حيث سوء المعاشرة، ولا من حيث طول المسطرة، ولا من حيث أنه الحصول ديالها على الطلاق كان من قبيل المستحيلات، لدرجة أن إذا كانت تمت حصلت على الطلاق في ذلك القانون كانت قد تحتفل بهذا الأمر. اليوم بصدور مسطرة هي ليست جديدة، وإنما مسطرة تطليق للشقاق هي منبثقة من الشريعة الإسلامية ومنصوص عليها في القرآن الكريم. هذا الشقاق أصبح الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الزوج، فيمكن للمرأة التي تريد أن تطلق نفسها أن تتقدم بمقال إلى المحكمة وتطلب فيه تطليق للشقاق، وتعرض فيه الوقائع التي من شأنها جعلت أنها تستحيل عشرتها مع هذا الزوج، فيحكم لها القاضي بتطليق الشقاق بعد مسطرة المحكمين ومسطرة الصلح وإلى غير ذلك من الأمور اللي كتصدر فيه حكم. في نهاية المطاف يصدر حكم بالتطليق طلقة بائنة لا رجعة فيها، وتتحرر من هذا العقد. كذلك هذا الأمر هناك من يناهضه وهناك من يؤيده، وأنا أقول أن هذا الأمر، أمر الطلاق للشقاق، لما وضع في هذا الشكل هو جاء طبقا لما هو منصوص عليه شرعا، وأن العقد إذا كان ليست فيه قيود
يجعل الإنسان متحررا، يجعل الإنسان يفكر قبل أن يقدم على فسخه، لأن ما دام الطلاق أصبح بيد الزوجة كذلك كما هو بيده، فالمرأة اليوم لها فرصة للتفكر والتمعن في أنه إذا يعني قررت الطلاق تطليق نفسها فإنها ستكون يعني تقسم هذه الأسرة إلى قسمين، وبالتالي ستتحمل ولها كامل الوقت للتفكر في هذا الأمر. فأقول للسائلة أن التطليق للشقاق هو مسطرة بسيطة، ولا يصح أن تتنازل فيها عن حقوقها، باعتبار أن المسطرة لا تدوم أكثر ما بين 3 أشهر أو 6 أشهر، وقد يدل أن التنازل عن الحقوق ليس لها الحق بأن تتنازل إلا على حقها في المتعة والحضانة ونفقتها في يعني نفقة العدة. أما تنازل عن حقوق الأبناء فهو ممنوع، لأنه لا يدخل من ضمن الحقوق التابعة لها. وهذه المسألة لا يمكن أن نناقشها إلا في إطار الطلاق الاتفاقي، لأن الطلاق الاتفاقي هنا في يطرح مسألة التنازل. فالمرأة كما سبق القول على أنها لا تتنازل إلا على الحقوق ديالها، أما حقوق الأبناء من نفقة الأبناء وسكنهم وتوسعة الأعياد وإلى غير ذلك والتمدرس، فلا يجوز لها ولا يحق لها قانونا أن تتنازل عليها. وأما مسطرة التطليق الاتفاقي فهي مسطرة بسيطة جدا، يبرم عقد بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، ويقدم إلى المحكمة، والمحكمة يعني تعقد جلسة لذلك وتحضر المحكمين، وبالتالي تحكم بالمصادقة على ما ورد في ذلك الاتفاق. ذلك الاتفاق يعرض على العدلين، وبالتالي يصرح بالطلاق، ويصبح كذلك طلاقا بائنا، طلاقا نهائيا لا رجعة فيه. وشكرا.